من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دقائق فقهية. التكبير يكون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ولكن التكبير في عيد الفطر يختلف عن التكبير في عيد الأضحى. وقبل أن نبدأ لابد أن نتعرف عن أنواع التكبير. فيوجد نوعان من التكبير: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيقصد به التكبير في كل وقت، ولا يتقيد ولا يرتبط بوقت معين من الأوقات، بل في أي وقت من الأوقات يستطيع الإنسان أن يكبر تكبير العيد. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات المفروضة مباشرة، وهذا معروف. والتكبير في عيد الفطر لا يكون إلا مطلقا، لا يكون مقيدا بل يكون مطلقا. ويبدأ تكبير عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم في رمضان، أو عند رؤية هلال شوال، وتتضح الرؤية أن غدا سيكون أول يوم من أيام شوال. ودليل ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم، حيث قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمع إكمال عدة شهر رمضان فإن المسلمين والمؤمنين يكبرون الله عز وجل على تمام شهر رمضان بفضل الله عز وجل. فيكون التكبير في العيد الفطر مطلقا، أي لا يتقيد بصلاة معينة بل يكون مطلقا. وذكرنا أول وقت للتكبير في عيد الفطر، وهو أن يكون مع غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أو عند رؤية هلال شهر شوال إلى صلاة العيد. وهذا قول كثير من أهل العلم، أي وقت التكبير في عيد الفطر يكون إلى صلاة العيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير المطلق في عيد الفطر يكون إلى غروب شمس عيد الفطر، فهذا هو وقت التكبير في عيد الفطر. وأما التكبير في عيد الأضحى فإنه يشمل القسمين: المطلق والمقيد. أما المطلق فإنه يكون من بداية العشر من ذي الحجة المعروفة والمشهورة، والتي إن شاء الله سنتكلم عنها في حلقة من الحلقات. وهذا المطلق، أي التكبير الذي لا يتقيد بأي صلاة من الصلوات، يكون حتى آخر يوم من أيام التشريق أو آخر يوم من أيام العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. ويدخل فيه التكبير المقيد. والتكبير المقيد في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم وقفة عرفات حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق وآخر يوم من أيام العيد. فبعد كل صلاة من الصلوات يكبر المسلمون الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بعد فجر يوم وقفة عرفات حتى آخر يوم من أيام التشريق. فهذا هو التكبير، سواء كان في عيد الفطر أو كان في عيد الأضحى.